إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. أنا صهيب شراير وهذه أخبار الساعة. بوتين فخور بقواته. ترجيحات بتركيز روسيا على دونباس، زيلينسكي يريد حلا وسطا بشأنها. مخابرات أوكرانيا تشير لمحاولات تقسيم البلاد لشطرين، وعمدة ليفيف يصرخ ظروفنا صعبة. بعد قاتل، سفاح ومجرم حرب، صفحة جديدة في قاموس بايدن لوصف بوتين عنوانها جزار. ماكرون يدعو لتجنب التصعيد اللفظي ويؤكد لن أستخدم هذه اللغة. ونجل بايدن هو الآخر يثير الأزمات. ديلي ميل تنشر وثائق للصحة اتهامات روسيا لهانتر بايدن بالضلوع في تمويل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا. لدينا أيضا في أخبار الساعة، إيران تتحدث عن اتفاق نووي وشيك. بلينكين يشدد على منع إيران من النووي باتفاق أو بدونه. مالي يؤكد أنه لم يؤخذ قرار برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، وبنت يعتبر الفكرة مزعجة للغاية. أهلا بكم. بداية أخبار الساعة من تطورات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي ربما تأخذ منحا مختلفا خلال الأيام المقبلة. والبداية من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدث فيها عن فخر روسيا بأداء قوة حرسها الوطني الشجاعة في أوكرانيا حسب وصفه. أود أن أخاطب بشكل خاص أفراد الخدمة وموظفي وحدات الحرس الوطني المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا. أيها الرفاق، في الواقع ظروف القتال تنطوي على مخاطر متزايدة. إنني أدرك جيدا كيف تتصرفون في هذه المواقف. إنكم تتصرفون بشجاعة عالية ومهنية ومهارة وبلا خوف. أعلم أنه يمكنكم حل أكثر المهام تعقيدا التي وضعت أمامكم بكفاءة ودقة. وفي ظل الحديث عن الفخر الروسي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا لمقاتلات سو 25 أثناء عملية تدمير مخازن ذخيرة وسلاح تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية. وعلى الجهة المقابلة، أكد مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن حرب العصابات ستبدأ قريبا ضد روسيا في المناطق التي تحتلها. وأضافت المخابرات الأوكرانية أن روسيا تسعى لتقسيم أوكرانيا إلى قسمين عن طريق عمل ما يشبه بكوريا الشمالية وجنوبية في أوكرانيا. في الأثناء، قال مسؤول عسكري أمريكي إن الأولوية العسكرية القصوى لروسيا في الوقت الحالي هي التقدم في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن العمليات البرية حول العاصمة كييف قد توقفت مؤقتا. في الأثناء، قال الجيش الأوكراني إن وحدات روسية بدأت في الانسحاب من منشأة تشيرنوبيل النووية إلى الشمال نحو بيلاروسيا لإعادة تنظيم صفوفها، مشيرا إلى أن روسيا تستخدم منطقة تشيرنوبيل التي تبعد عن كييف 70 كيلومترا تستخدمها كقاعدة عسكرية. وفي شأن المفاوضات، أعلن وفد التفاوض الأوكراني مع روسيا أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد بشكل مباشر في تركيا. وأكدت أوكرانيا أن المحادثات ستبدأ غدا على أن تنتهي يوم 30 من مارس، فيما أعلن وفد التفاوض الروسي أن المحادثات ستبدأ بعد غد على أن تستمر ليومين. نتابع مشهد الحرب في أوكرانيا مع شبكة مراسلي العربية من كييف حذيفة عادل، من موسكو كاتيا طعمة، من أوديسا موفد العربية عادل عيدان، ومن دونيتسك الصحفي رائد الأغبر. مرحبا بكم جميعا في أخبار الساعة.
إذن وأبدأ مع مراسلتنا إذن في موسكو كاتيا، أسألك عن جديد العملية العسكرية في أوكرانيا. روسيا تقول إنها دخلت المرحلة الثانية، ما التفاصيل؟ مرحبا بك صهيب. بالفعل مر شهرا على هذه العملية العسكرية، وروسيا أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى التي كما قالت قامت بتحقيق جميع الأهداف التي وضعتها أمامها في هذه المرحلة، والتي هي طبعا كما قالت تعطيل نظام الدفاع الجوي الأوكراني، وأيضا تحييد القوات الجوية والبحرية للقوات الأوكرانية، وتدمير مجمعات صناعية عسكرية. هذا طبعا ما يمنع أوكرانيا من الحصول على قطع تبديل لمدرعاتها ولدباباتها. بالإضافة لذلك تحدثت الدفاع الروسي أن المرحلة الجديدة هي الآن سيتم التركيز فيها على منطقة دونباس، وإمكانية أيضا طبعا الحصول على كامل الأراضي في دونباس. بالإضافة لذلك كان هناك خبراء تحدثوا عن بداية عذرا على المقاطعة، التركيز سيكون على دونباس في المرحلة المقبلة، ولكن هناك جولة مفاوضات جديدة هذه المرة في تركيا، ما تفاصيلها؟ صحيح، على المستوى الزعيمين الروسي والتركي كان هناك محادثة هاتفية اليوم، اتفقا أن تكون الجولة الجديدة والتي ستكون طبعا وجها لوجه في العاصمة التركية إسطنبول بين الوفدين الروسي والتركي. هذا ما أعلنه أيضا رئيس المفاوض الروسي، أن الجولة الجديدة ستكون يومي 29 و30 من هذا الشهر. طبعا كان هناك جولة اليوم جرت عبر الفيديو، والجولة الجديدة ستكون طبعا كما قلت لك وجها لوجه. الأجندة معروفة، هي طبعا الأجندة الإنسانية بالإضافة لأجندة مطالب الروسية صهيب. نعم، نذهب الآن إلى ليفيف في غرب أوكرانيا ونعود للمتابعة معكم. إذن نذهب إلى ليفيف كما ذكرت، التي قال عمدتها إن على العالم أن يفهم أن الحرب في أوكرانيا تمثل تهديدا كبيرا لكل العالم، مشيرا إلى أن المدن الأوكرانية تمر بظروف عصيبة. Що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів. Сьогодні всі міста знаходяться в дуже складній ситуації. حديث عمدة ليفيف يأتي تعقيبا على تعرض منشآت تخزين الوقود يوم أمس إلى دمار كبير بعد استهدافها بصواريخ كروز روسية نتج عنها انفجارات دوت في سماء المدينة. زميلنا حذيفة في كييف، أسألك إذن الخارطة القتالية تتغير بشكل كامل، كيف يصبح شكلها الآن في أوكرانيا؟ نعم، أهلا بك صهيب. في هذه اللحظات يعني انطلقت صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة كييف، وما أن صمتت حتى يعني دقائق قليلة، وبدأت مرة أخرى الصافرات بالعمل في مناطق مختلفة من العاصمة. والآن أسمع بوضوح القتال في الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية يشتد جدا في هذه اللحظات. طبعا الخارطة فعلا تتغير كما أفادت الرئاسة الأوكرانية، والتي قالت أن صدرت التعليمات للقوات الروسية لعدد
كبير من القوات الروسية في الجبهات المختلفة بالانسحاب لأعداد كبيرة منها بالانسحاب في اتجاه جمهورية دونيسك ولوغانسك الانفصاليتين. وهنالك طبعا تعلم أن في هذه الجبهة يوجد قوات أوكرانية تقاتل وفي المقابل في الجهة الأخرى تقاتل القوات الروسية والشيشانية والانفصاليين، ولكن هذه القوات صدرت لها التعليمات بالانسحاب وحصار هذه القوات الأوكرانية من جميع الجهات للقضاء تماما على هذه القوات الأوكرانية التي تقاتل في تلك الجبهة. وسيكون التركيز بشكل كبير الآن في الفترة القادمة على منطقة خرسون وعلى ماريوبل وعلى هذه المناطق. نعم، التركيز الآن ماذا عن هذه المناطق التي ذكرتها في الجنوب بالتحديد حذيفة، خرسون وماريوبل؟ نعم طبعا، أولا صهيب، يعني هذه المناطق التي تم الانسحاب أو سيتم الانسحاب منها من هذه القوات، يقول الجيش الأوكراني أنه سيبدأ في الهجوم مباشرة لتحرير هذه المناطق. وأما المناطق التي أتحدث عنها ماريوبل وخرسون وهذه المناطق، قالت الرئاسة الأوكرانية أن القتال فيها سيكون صعب جدا وأن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد قتال قوي جدا في هذه المناطق، وهم يعلمون مدى صعوبة الأمر بالنسبة لهم. طبعا القوات الأوكرانية القوات الروسية والحكومة الروسية الآن بدأت في وضع نظام في هذه المناطق، بدأت في وضع نظام إداري وبدأت في وضع نظام شرطي وبدأت في يعني العمل على إدارة هذه المناطق بشكل كامل، وتم نقل الكتائب من شبه جزيرة القرم كما قالت الرئاسة الأوكرانية لقمع المواطنين الذين يتظاهرون في هذه المناطق. نعم، بالحديث إذن على لوغانسك وأيضا التركيز على إقليم دونباس، نتابع ما يجري هناك كذلك بعد قليل. أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في لوغانسك شرق أوكرانيا ليونيد باشينك أعلن التجهيز لإجراء استفتاء قريب في المنطقة بشأن الانضمام إلى روسيا، وقال باشينك إن الاستفتاء سيضمن ممارسة السكان لحقهم، مشيرا إلى أنه متأكد من أن التصويت سيسفر عن الموافقة على الانضمام لروسيا. سيكون هناك استفتاء في أقرب وقت يمارس فيه الشعب حقه الدستوري ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى الاتحاد الروسي. غالبية سكان جمهورية لوغانسك الشعبية يعانون من قمع القوات الأوكرانية على مدى سنوات، لذلك نأمل في أن نصبح جزءا من الاتحاد الروسي. من جهتها نددت وزارة الخارجية الأوكرانية باقتراح تنظيم استفتاء في منطقة لوغانسك الانفصالية شرق البلاد بشأن الانضمام إلى روسيا، وقالت الخارجية الأوكرانية أن استفتاء كهذا لن تكون له أسس قانونية، مشيرة إلى أن روسيا تواصل تقويض سيادة واستقلال أوكرانيا. كما أكدت أوكرانيا أن روسيا ستواجه ردا أقصى من المجتمع الدولي وعزلة أكبر إذا ما مضت قدما في تنظيم الاستفتاء. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه يريد التوصل إلى حل وسط مع روسيا بشأن دونباس والتفاوض على تبادل كامل للأسرى، وأكد زيلينسكي تفهمه إلى عدم وجود إمكانية لإخراج روسيا بالقوة من الأراضي الأوكرانية لأن الأمر سينتهي إلى حرب عالمية. من جهة أخرى، نشرت السلطات الأوكرانية تسجيلا مصورا لما قالت إنه انفجار مدرعات روسية عند مرورها على لغم مضاد للمدرعات في إقليم دونيتسك. أسأل رائد الأغبر الموجود حاليا في دونيتسك في إقليم الدونباس، رائد، هل يستعد الدونباس للانفصال عن أوكرانيا ويكون هذا هو الثمن؟ يعني الدونباس بالفعل انفصل عن أوكرانيا، واليوم هذه التصريحات يعني المسؤولين في لوغانسك رغبتهم بالاستفتاء والانضمام إلى روسيا، ونتوقع بالأيام القليلة المقبلة أن يصدر نفس القرار هنا في دونيتسك. لكن ما أريد أن أنوه عليه بأننا نشهد يعني وقتا مرعبا هنا في دونيتسك الآن، وأنا أقف معكم، الصواريخ تتطاير من فوق رؤوسنا بالفعل.
بالفعل، ويعني منذ دقائق أحد الصواريخ نظرنا إليه وارتعبنا بالفعل، يعني رعب حقيقي. ما زالت الاشتباكات على الحدود ما بين دنباس والأوكرانيين محتدمة، الصواريخ بالفعل من الطرفين من الجانب الأوكراني والانفصاليين يتبادلون القصف وإطلاقها قتلى وجرحى عند الطرفين بشكل كبير جدا. الأحوال في ماريوبل أصبحت أكثر قربا لإنهاء الأزمة حسب وصف الشيشانيين، المحاربين الشيشانيين الذين نلتقيهم كل يوم ويقولون لنا عن الأحوال هناك، وقالوا بأنهم دحروا الجنود الأوكرانيين إلى مصنع وحاصروهم في هذا المصنع، وأصبحت المسألة قريبة إلى يومين أو ثلاثة لإنهاء هذه الأزمة. بينما الانفصاليون بالفعل يسيطرون على كامل حدود دنباس والمدن. رائد، يعني أنا كنت سألتك على مسألة الانفصال بالحديث على مسألة تنظيم الاستفتاء في لوغانسك. هذه الظروف التي تتحدث عن ظروف الحرب وهذا التصعيد الكبير، هل يسمح بإجراء الاستفتاء؟ بالفعل يعني الأوضاع متوترة إن كان في لوغانسك أو في دانيتسك، يعني نحن نشهد عدم وجود رجال أصلا في المدينة، الرجال كلهم على الجبهات والنساء وحدهم وكبار السن الذين يعملون ويتحركون، والشوارع خالية من المواطنين تقريبا نسبيا، يعني في الخامسة مساء أو الرابعة لا وجود لبشر في الشوارع. طيب، ربما يتم استفتاء لكن لا أعلم كيف الصيغ التي يمكن أن تتمها. قبل قليل كان المسؤولون هنا في دانيسك أيضا يجتمعون على قرابة منا، وكان هناك بالفعل حراك، ونظن بأن بالفترة القريبة ستصدر هناك تصريحات من دانيسك أيضا برغبتهم بالاستفتاء والالتحاق بروسيا. ومن دونيتسك نذهب إلى جبهة أخرى الآن، إلى أوديسا، حيث أعلن ضابط القيادة العملياتية في الجيش الأوكراني فلاديسلاف نازاروف أن السفن الحربية الروسية تحاول الاقتراب من ساحل أوديسا من أجل هبوط فرق للاستطلاع والتخريب كما قال. يأتي ذلك فيما حذر مسؤولون غربيون من أن السفن الحربية الروسية باتت تقترب من ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، حيث مقر القوات البحرية الأوكرانية الذي تحاول موسكو من خلاله السيطرة عليه وفصل الجنوب عن ماريوبول وعن كييف. عادل عيدان زميلنا وصل إلى أوديسا. عادل، أهلا بك معنا، كيف هو الوضع الآن هناك في أوديسا؟ صهيب، قبل أقل من ساعتين من الآن أطلقت صافرات الإنذار، وبعد ذلك كانت المضادات الأرضية تطلق، ربما لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت صواريخ أطلقت من البحر أم هي غارات جوية. صباح اليوم عند السادسة بالتوقيت المحلي كان هناك أيضا صافرة إنذار، وبعد ذلك تبين أن هناك صاروخين أطلق من السفن البحرية سقط في البحر ولم يصيب مدينة أوديسا بأضرار. كما ذكرت في مقدمة الخبر، القوات الروسية تتمركز وتعيد تموضعها في شمال ميكولايف، لكنها لم تستطع الالتفاف من هناك والوصول إلى أوديسا، فبالتالي أصبح خيارها هو القصف البحري. صحيح. نعم، هذه الأجواء المشحونة عادل، هل تبدد حالة الطمأنينة التي سرت نوعا ما في الأيام الماضية هناك في أوديسا؟ لأن الحياة بدأت تعود تقريبا. بالتأكيد كانت يعني الحياة بدأت تدب من جديد، المحال التجارية فتحت أبوابها وإن كانت على خجل حقيقة، لكن أيضا بعض سكان أوديسا عادوا إليها من جديد. اليوم أيضا استقبلنا من في محطة القطار نازحين من ميكولايف والقرى المجاورة لها، وكذلك من تمكن من الوصول إلى ميكولايف من خيرسون، وبالتالي وصلوا إلى هنا إلى أوديسا على أن ينقذوا فيها أو ينطلقوا إلى وجهات أخرى. لكن بالفعل كما ذكرت صهيب، هي الحياة بدأت تعود. قبل 4 أيام أو قبل أسبوع في بداية الأسبوع الماضي لم تكن تشاهد أحد على الطرقات، في 3 أيام الأخيرة كان الناس يخرجون ويكون في الشوارع حتى قبيل حظر التجوال. صهيب، شكرا جزيلا لك عادل مباشرة من أوديسا.
ومشاهدينا، صراع روسي أوكراني عسكريا على الميدان وافتراضيا على تيليجرام، بعد قليل في أخبار الساعة. وإلى مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتحدث مع نظيره الروسي بوتين غدا أو بعد غد لتنظيم عملية إجلاء من مدينة ماريوبول في أسرع وقت ممكن. ماريوبول c'est la guerre des sièges dans laquelle la Russie s'est pénétrer depuis maintenant un mois. Peut-être n'était-il pas envisagé une guerre des sièges, mais aujourd'hui nous sommes dans la guerre des sièges. Et Mariupol en est l'exemple le plus frappant. Et la guerre des sièges, c'est une guerre horrible, puisque les populations civiles sont massacrées, anéanties, les souffrances sont terribles. إذن كان هذا تصريح وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون، الذي تحدث كذلك عن الحصار في ماريوبول. في الأثناء أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع لمنطقة دونيتسك الانفصالية في تصريحات للعربية، أعلن السيطرة على المدن المحيطة بماريوبول والبدء في بسط الأمن وحماية المدن والمرافق الصحية والاجتماعية. نعم، المدن المحيطة بماريوبول كلها تتبع لنا، وقررنا أن تكون العملة هي الروبل بالإضافة إلى الجريفنا الأوكرانية، وقدرنا سعر الجريفنا ب 2.5 روبل لأن معظم الناس تمتلك الجريفنا، فبإمكانهم أن يشتروا البضائع بالعملتين لتسهيل الأمور عليهم في هذه القرى والمدن التي حررت، بالإضافة لبدء عمل الشرطة والحماية المدنية والمرافق الصحية وكل المرافق الاجتماعية. جميعها بدأت بالعمل، ونعمل على ضخ المياه وتزويد السكان بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لأن دستورنا ينص على ذلك. ومدينة ماريوبول المحاصرة التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا والمطلة على بحر آزوف، تئن منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. حزن جاء بسبب القصف الذي يطال المدينة لتتغير معالمها من الجمال إلى الخراب. منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، حصلت العديد من النساء الأوكرانيات على دورات تدريبية في استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة أجرتها الخارجية الأوكرانية أن أكثر من 15% من الجيش الأوكراني يتكون حاليا من النساء، منهم نحو 7000 امرأة تعملن في سلاح الجو الأوكراني. وفي هذا الصدد، استطلعت كاميرا العربية آراء الأوكرانيين حول مشاركة المرأة في الجيش. نتابع. أعتقد أن
дипломатичним шляхом. Я склоняюсь больше к тому, что будет, к сожалению, но надеюсь на то, что будет дипломатическое урегулирование. С любой ситуации есть выход. Главное правильно к нему подойти. Соглашение будет мирным путем. Лучше мирным путем, конечно. Для этого есть наш дипломатический корпус, Верховная Рада, президент. Мы их выбрали, им доверили. То пусть они этим занимаются. Я все-таки надеюсь, что все решится дипломатическим путем, не будет войны. И я очень желаю, чтобы всегда был мир во всем мире, и все было хорошо. Ну, я считаю, что войны не будет, потому что мне кажется, что президенты смогут как-нибудь договориться между собой и наладить свои отношения. ونعود إلى مراسلنا في كييف حذيفة عادل. حذيفة، أسألك، ما هي المهام التي باتت توكل إلى النساء المقاتلات في هذه الحرب، طبعا إلى جانب المقاومة الأوكرانية؟ نعم صهيب، طبعا المرأة الأوكرانية بشكل عام هي لديها وضعها هنا في المجتمع الأوكراني، ولديها مشاركة كبيرة يعني حتى قبل الحرب في الحياة السياسية والاجتماعية وفي حتى المرأة العاملة، يعني لديها مشاركة كبيرة جدا. لذلك أنا لا أستغرب مشاركة النساء وإقبالهم الكبير على القتال وعلى الانضمام للجيش، وخاصة قوات الدفاع الشعبية والمقاومة الشعبية. طبعا هنالك، طبعا تعلم أن 15% من الجيش الأوكراني من النساء، وأيضا حوالي 7000 منهن هم في قوات الدفاع الجوي، ولكن أيضا أعداد كبيرة من النساء الآن من الأطباء المقاتلين أو الأطباء الجيش هم أيضا من النساء. يوكل إلى النساء جميع المهام صهيب. هنالك نائبة برلمانية الآن تعمل في عملية القصف للمدرعات، وهنالك الآن مذيعة وصحفية مشهورة في أوكرانيا الآن هي من ضمن المقاتلين في الجيش الأوكراني. توكل للنساء جميع المهام، يتم تدريبهم على جميع المستويات، وطبعا أيضا النساء انضمن. هل عمليات التدريب هذه ما تزال مستمرة حذيفة، ومن يشرف عليها؟ نعم، هنالك جزئين، هنالك من ينضم إلى الجيش مباشرة كمتعاقد، وهنا تشرف القوات المسلحة الأوكرانية على عمليات التدريب بشكل مباشر، وهؤلاء هم المتعاقدين مع الجيش. هنالك طبعا الدفاع الشعبي أو المقاومة الشعبية، وهنا هنالك إدارة خاصة بالمقاومة الشعبية، وهنا يتم تدريبهم على مستوى أقل لأنهم يعني أيضا لا يدفع بهم إلى الجبهات القتالية التي في المناطق الساخنة، وإنما يستخدموا فقط لحراسة المنشآت، يستخدموا أيضا في داخل المدن في النقاط التفتيش وما إلى ذلك، ويعني يتم الإشراف من قبل كل وحدة على حدة. شكرا جزيلا لك حذيفة مباشرة من كييف. سبع وعشرون دقيقة مدة خطاب ألقاه بايدن في بولندا، لكن الأزمة أن هذه الدقائق تضمنت عدة كلمات وزلات في الحديث تسببت في أزمات. الأولى كانت حينما أعرب عن رفضه لاستمرار بقاء بوتين في السلطة بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light. Of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. وهذه التصريحات طبعا استدعت ردا من الكرملين، الذي قال إن بايدن ليس لديه الحق في أن يقرر بقاء بوتين في السلطة من عدمه، مضيفا أن بوتين منتخب من الشعب وأن الروس وحدهم من يقررون. ليخرج البيت الأبيض ويؤكد أن الرئيس الأمريكي لم يقصد الدعوة لتغيير النظام في روسيا، كما خرج وزير الخارجية أنتوني بلينكين ليؤكد أن الإطاحة ببوتين ليست ضمن أهداف الاستراتيجية الأمريكية، وإن هذا الأمر متروك للشعب الروسي. With regard to the president's incredibly powerful speech yesterday, I think the president, the White House, made the point last night that quite simply, President Putin cannot be empowered to wage war or engage in aggression against Ukraine or anyone else. As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. In this case, as in any case, it's up to the people of the country in question. It's up to the Russian people. But what we do have is a strategy to strongly support Ukraine. We've been doing that
and rallying partners and allies around the world to do that. أما الأزمة الثانية في حديث الرئيس الأمريكي بايدن كانت وصفه لنظيره الروسي بوتين بالجزار. You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. ليخرج الكرملين أيضاً ويرد على هذه التصريحات قائلاً إن إهانات بايدن المستمرة لبوتين تصعب فرص إصلاح العلاقات بين البلدين. ليس الكرملين فقط هو من علق على هذه التصريحات، الرئيس الفرنسي ماكرون أيضاً خرج ليحذر من التصعيد اللفظي مع موسكو قائلاً إنه لن يستخدم هذه اللغة لأنه ما يزال يتحدث مع بوتين. Que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement ? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre. Vous avez même depuis dit un mois. إذن كما ذكرنا قاموس بايدن لوصف الرئيس الروسي بوتين زاد كلمة جديدة، لكن ما هي الكلمات القديمة؟ البداية كانت بقاتل، مرورا بسفاح وديكتاتور، ثم مجرم حرب، وأخيرا جزار. Look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. I think he is a war criminal. Murderous dictator. Pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. I said, look in your eyes, and I don't think you have a soul. And looked back at me and said, we understand each other. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see. So sure. Mr. President, are you a killer? وإلى بيير غانم مراسلنا في واشنطن معنا الآن من هناك مباشرة. بيير أهلا بك معنا. إن كان قاتل أو مجرم حرب أو جزار، بايدن قالها وهو يتحدث مع صحفيين، لكن عندما قال إنه بوتين ليس عليه أن يبقى في السلطة كان في خطاب. ما السياق إذن؟ السياق وهذا ما أقلق الكثيرين في الإدارة الأمريكية وخارج الإدارة الأمريكية هو أن الرئيس طالب عمليا بتغيير النظام. ما حدث بالفعل هو أن النص لا يورد هذا الكلام الذي جاء على لسان الرئيس بايدن. ليس هناك في النص المكتوب له في الخطاب أن يقول أنه لا يجب أن يكون بوتين في السلطة. لذلك أثار القلق، أولا لأن هذا يفهم على أنه تغيير للنظام في روسيا وهذا ما لا يريده بايدن مبدئيا، وأيضا ما لا تريده الإدارة الأمريكية، وسمعنا هذا الكلام قبل قليل من بلينكن وأيضا تحدث عنه السفراء الأمريكيون بهذا السياق. نعم، لكن بيير في عجالة، الأوصاف الأخرى لماذا لم تثر ضجة كبيرة حولها على عكس تصريح اليوم؟ لأنها كلمات وألفاظ لا تعني الكثير عمليا في الكلام الدبلوماسي، ولكن عندما تقول كرئيس دولة أنك لا تعترف بشخص آخر كرئيس للدولة، هذا يعني أنك لن تتفاوض معه، أنك لن تتعامل معه، لن تصل معه إلى نهاية لهذه الحرب، وبالتالي تصبح الحرب مفتوحة، وهذه مشكلة كبيرة ولم يكن هذا هو المقصود.
نعم بيير، سأعود إليك بعد قليل. مشاهدينا، إذن أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة إبسوس أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس بايدن لم يقم بعمل جيد في تعامله مع الحرب. وأشار الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 18 إلى 21 من مارس إلى أن 52% من الأمريكيين يرون أن عمل بايدن ليس جيدا، في مقابل 36% يقولون أن عمله جيد. ولا نزال مع بايدن، لكن هذه المرة مع نجله، حيث أعلنت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنها حصلت على وثائق تؤكد جزئيا صحة الاتهامات الروسية لهانتر بايدن بشأن ضلوعه في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. هذه هي الحرب، والحرب تعرف بدوي مدافعها، حرائقها، شظاياها المتناثرة هنا وهناك. لكن ثمة حرب أخرى، تلك الصامتة والتي ثار غبارها بعد تصاعد الحرب في أوكرانيا. لقد انتهكت الولايات المتحدة اتفاقية الأسلحة البيولوجية من خلال تطوير تقنيات بيولوجية سراً في أراضي دول أخرى ذات سيادة. الأمر ظل في محل نفي أمريكي روسي أوكراني، لكن خيوطاً بدأت تتسلل بريشة نجل الرئيس الأمريكي هانتر جو بايدن. لا سواه، صحيفة ديلي ميل البريطانية أعلنت حصولها على وثائق تؤكد جزئياً صحة الاتهامات الروسية لنجل الرئيس الأمريكي بضلوعه في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وكشف قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية عن وثائق ومعلومات استخباراتية تؤكد ضلوع الوكالات الحكومية الأمريكية في نشاط المختبرات البيولوجية الأوكرانية وتمويلها من قبل مؤسسات قريبة من القيادة الأمريكية الحالية، لا سيما عبر صندوق الاستثمار روزمونت سينيكا الذي يرأسه هانتر بايدن. الصحيفة أشارت إلى أن رسائل البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر تظهر تورطه بشكل خاص في عمليات شركة مقاولات بوزارة الدفاع متخصصة في البحث عن الأمراض المسببة للأوبئة يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية. اتهام ينتظر أدلة دامغة تجذب نجل بايدن إلى مرمى حلبة الصراع، فظل الحرب المستعرة في أوكرانيا قد يصل مداه إلى أبعد ما يمكن. عصام عبد السلام، العربية. أعود إلى بيير غانم في واشنطن. بيير، هل هناك أي تعليقات أو تصريحات أمريكية حول علاقة نجل الرئيس بايدن بالمعامل البيولوجية في أوكرانيا؟ ليس هناك كلام جديد خلال الساعات 24 الماضية، ولكن ما نعرفه من مسؤول كبار في وزارة الدفاع الأمريكية عندما تم الحديث عن هذه المختبرات الموجودة في أوكرانيا، وقالت السلطات الروسية إنها عمل أوكراني أمريكي مشترك، أكد المسؤولين في البنتاغون أن هذا الكلام غير صحيح، لجهة أن هذه البرامج وهذه المختبرات لا تقوم بأبحاث أو ببناء أسلحة بيولوجية وكيميائية، إنما هناك برامج معروفة من قبل الوكالات الدولية، وهذه المختبرات تقوم بأعمال سلمية تماما وهي معروفة للعالم، وليس هناك الآن أمريكيون يعملون فيها. بيير، شكرا جزيلا لك، مباشرة من واشنطن. بعد قليل في أخبار الساعة، سلالة أغنام مصغرة طولها 60 سنتيمترا فقط تشعل طلبا كبيرا في استراليا. أعلنت هيئة الرقابة الروسية أنها منعت إحدى وسائل الإعلام الروسية من نشر مقابلة أجريت مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وقالت هيئة الرقابة أنها بدأت التحقيق حول مصادر استخدمتها إحدى وسائل الإعلام الروسية لإجراء المقابلة مع الرئيس الأوكراني، وحذرتها من نشر المقابلة دون إعطاء تفاصيل. ومن وسائل الإعلام إلى وسائل التواصل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لجأ الأوكرانيون إلى منصة تيليجرام لتوثيق الحرب، وقد استفادوا منها في عمليات اللجوء والنزوح، كما سخرتها الحكومة لتحذير المواطنين من الغارات ونشر خرائط الطرق الآمنة والملاجئ.
معنا من واشنطن الخبير السياسي إريك هام، الخبير الإعلامي والسياسي. إريك، مرحبا بك معنا في أخبار الساعة من العربية. كيف ترى الدور الذي تلعبه تيليجرام في الحرب الأوكرانية؟ أعتقد أن ما نراه هنا أنها هي حرب قد تم شنها على جبهتين. أولا هناك الحرب الإعلامية التي نراها والحرب العسكرية التي تدور رحها. في الفترة الحالية الرئيس زيلنسكي يقوم بالاستفادة من الحملة الدعائية حول ما تقوم به القوات الأوكرانية بصورة فعالية، فهو يتحدث كل يوم إلى جماهير كبيرة ويستخدم صور فيديو أيضا لإيصال رسالته. والأكثر أهمية ليس فقط هذه الرسائل للشعب الأوكراني بل للروس وإلى هؤلاء الحلفاء الرئيسيين الذين يدركوا بأنه بحاجة إلى مساعدات إنسانية وعسكرية منهم. ما نراه بأنه قد كسب جزءا من هذه المعركة، أي حرب البروباغندا، وكذلك روسيا كانت تنخرط في هذه العملية، وكل من الطرفين يسعيان لاستخدامها بطريقة فعالة. لكن إريك، عذرا على المقاطعة لو سمحت لي، إريك، هناك من يرى أنه مسألة تيليجرام الآن في أوكرانيا تعدت مسألة الدعاية أو الترويج لمن هو منتصر إلى مسألة الاستفادة منها. هناك خبر كان أن أوكرانيا دمرت قافلة عسكرية روسية قبل أسبوعين بفضل رسائل عبر تيليجرام لتحديد المواقع. هل باتت وسائل التواصل أداة في الحرب، سلاحا في الحرب؟ بكل تأكيد إنها كذلك، فنرى أن كل من الطرفين يعكف على استخدامها. وهناك بعض شركات منصات التواصل الاجتماعي التي قطعت روسيا عن الولوج إليها لأن خوف خشية من استخدامها أداة للحرب، وحتى اللحظة يتم استخدامها بصورة فعالية. وهناك بعض المنصات مثل تويتر وإنستغرام وشركات كثيرة التي تستخدم هذه المنصات بصورة فعالية في الحروب، والبعض قد يراها أيضا أنها باتت أكثر فعالية من صاروخ أو من دبابة. لكن إريك، بالنسبة لتليجرام الذي بقي الآن منتشرا بشكل كبير في أوكرانيا خصوصا وروسيا، هل يثبت هذا أنه غير مخترق أمنيا؟ أعتقد أن هذا هو أمر دائما سوف يكون موضع انتقاد، ولا سيما في طريقة استخدام تلك المنصة. لكن ما نراه هنا أن كل من الطرفين يسعيان لاستخدام هذا الأمر من خلال للفوز في الحرب الدعائية، وهم يستخدمونها من خلال الأدوات المتاحة وأيضا لتوصيل وتضخيم حجم الرسالة التي يرغب إيصالها من أجل الحصول على اليد العليا الذين يقفون معكم. فمثلا روسيا وأوكرانيا تسعان لاستخدام هذه المنصة، وما قام به السيد زيلنسكي وصراحة قد قام باستخدامها واستطاع أن يضخم رسالته بالمقارنة مع الرئيس بوتين، فهو قد ظهر على شاشات التلفزة، فهو يدرك حقا أهمية تلك المنصات، وقد رأينا هذا الأمر يخدمه يوما تلو الآخر. إريك هام الخبير الإعلامي والسياسي من واشنطن العاصمة، شكرا جزيلا لك. وإلى الملف النووي الإيراني، حيث أزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تل أبيب، وبالطبع الملف الإيراني كان الحاضر الأبرز. بلينكين أكد خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي ورئيس وزراء إسرائيل على ضرورة منع إيران من اقتناء سلاح نووي سواء باتفاق أو بدون. إيران continues to engage in a whole series of destabilizing activities across the region and beyond. Indeed, those activities have multiplied since our withdrawal from the JCPOA, via proxies, and by Iran itself. These include mounting terrorist attack by the Houthis on civilians and civilian infrastructure in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, attacks enabled by Iran, and, of course, its ongoing support for Hamas. The United States will continue to stand up to Iran when it threatens us or when it threatens our allies and partners. وبشأن الاتفاق الذي تحدث عنه بلينكين، قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي كمال خرزاي إن الاتفاق النووي وشيك، لكنه اشترط توفر الإرادة السياسية للولايات المتحدة، كما شدد في الوقت ذاته على أهمية رفع اسم الحرس الثوري من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. It's imminent
but it depends on the political will of the United States. It was the United States which withdrew from the deal. RJC is a national army, and a national army cannot be listed as terrorist group. And certainly it is not acceptable. That is very important for Iranians. في الأثناء تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن الأمر وقال إن فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مزعجة للغاية، مؤكدا على السعي الدائم لمنع حصول هذه الخطوة. המחשבה שהארגון הזה יוצא מרשימת הטרור מה-FTO מטרידה מאוד, ולא רק אותנו. אנחנו עדיין מקווים ופועלים שזה לא יקרה. في الأثناء كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وهو المطلب الذي تتمسك به إيران. ورفض مالي الطلب الإيراني بالحصول على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مستقبلا من الاتفاق، مؤكدا أنه لا يمكن تقديم ضمانات حول ما قد تفعله أي إدارة مستقبلية. فاز الهولندي ماكس فيرستابن بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، والذي أقيم في حلبة كورنيش جدة. سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 وشهدت فعاليات سباقات الفورمولا التي أقيمت في جدة ابتداء من الجمعة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، حيث جرى تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للسباق على كورنيش جدة. وإلى الحرب الأوكرانية مرة أخرى، لكن من جانب آخر، الجيش الأوكراني نشر فيديو لجندي في خندق يعزف على آلة الفلوت الموسيقية بينما يسترخي بجانبه زملاؤه في محاولة لنسيان الحرب ولو لفترة قصيرة. إلى مدينة أوديسا التي ارتاحت قليلا من القصف الروسي، حيث عادت فيها الحياة قليلا لأول مرة منذ العمليات العسكرية الروسية. فتحت حديقة الحيوانات في المدينة، فتحت أبوابها أمام الزائرين. لا نزال مع الحيوانات، لكن هذه المرة في أستراليا التي نختم منها أخبار الساعة لهذه الليلة، حيث ارتفع الطلب على سلالة مصغرة من الأغنام يبلغ طولها 60 سنتيمترا فقط. هذه الأغنام الصغيرة تتربى في مزرعة في كوينزلاند وتتميز بطبيعة مريحة وودودة، ما يؤهلها بأن تنافس بالطلب على الحيوانات الأليفة. Just have a beautiful personality and that shines through. We picked up this ram and we put him in with the girls and he had some gorgeous colored babies, so we thought, wow, this is something special, something different. I think it's that, you know, the cute factor, the fact that they're miniature, and I could just see that on a small hobby farm style place that they would be a cute type of pet to have. وبهذا مشاهدينا ناتي لختام أخبار الساعة لهذه الليلة. يمكنكم إعادة مشاهدة هذا البرنامج وكل البرامج العربية على صفحتنا على يوتيوب. إلى اللقاء.